عيالك مطلعين لك قرون بالدراسه ما يحفظ، تركيز عنده بطيء، استيعاب بطيء، وانت قاعده تدرسين لاهي بشيء تحفظين شيء دقيقتين ثلاثه نسى. بقول لكم شيء وايد مهم يا جماعه، شيء بسيط ولكن مفعوله جدا جدا خارق. سامعين عن زيت جوز الهند العضوي؟ موجود بالجمعيه وجدا سعره رخيص. اللي ابي منك قبل النوم، شفتي ملعقه الشاي نحس فيها الشاي، زيت جوز الهند العضوي راح شوي يامد عادي شي طقوه خليه ياكله. شنو فوائده؟ شفتوا حليب الام يحتوي على شنو؟ على حمض اسمه اللورك. هذا شنو يسوي؟ هذا يعطي تدفق حق الدم حق الدماغ، زائد يزود الدماغ بالطاقه، يعني عندنا طاقه والطاقه وتدفق دم، دم شنو يا اكسجين، يعني فل اكسجين يعني فل تركيز. تخيلوا الحمض هذا اللورك وين موجود؟ بزيت جوز الهند. طبعا زائد يرفع مناعتهم، وزائد انه قاتل حق البكتيريا والفيروسات، ولكن فوائده جدا جدا عظيمه، مو مكلف يا جماعه. الكبار يقدرون يستخدمونه؟ اي تقدر تاخذ الملعقه الوسط، مو العوده وايد، ولكن حق الصغار ملعقه مالت الشاي. زائد اذا ولدك عنده مشاكل ببطنه، قد يكون مشاكل ببطنه تاثر عليه وعلى تركيزه، شربوهم لبن الكثير يا جماعه. صحيح انه شوي غالي، ولكن في ناس تسويه او بالاسبوع مره مرتين ثلاث. شو يسوي هذا؟ فول بكتيريا نافعه، يعدل عند الهضم، وبعدها شنو؟ الجسم يمتصل فيتامينات المعادن على طول، زائد شنو؟ يحفز الخلايا الميلاتونين، عرفتوا مال النوم، يحفزها فتلقونه يخدر وريلاكس، زائد يرفع مناعته. خصوصا حتى اليهال اللي عندهم حساسيه، الكفير راح يضبط موضوعهم. شغلتين، زيت جوز الهند ولبن الكفير، بعدها شوفوا عيالكم والله يحفظهم ان شاء الله وتشوفونهم بعلى المراتب.